سعيد بلقائكم مشاهدينا الكرام من جديد عبر بوابة برنامجكم اليومي بروبليم رياضي للحديث حول تأهل فريق رجاء الرياضي إلى الدورة الموالية دورة مجموعات لحساب منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تغلبه بالضربات الترجيحية على مضيفه فريق الاتحاد المونستيري. وللأسف فريق الاتحاد البيضاوي يغادر مرفوع الرأس هذه المسابقة بعدما فاز في لقاء الإياب على فريق كان الزامبي بهدفين مقابل هدف واحد. وكذلك سنتحدث حول المباريات الجولة السابعة التي أجريت هذا اليوم يوم الأحد. ولمناقشة هذه المواضيع وأخرى معي دائما محمد أرمومون محلل قناة محمد. مرحبا بك. مرحبا بك. وللتذكير فقط مشاهدي الكرام لكل من أراد أن يشارك معنا في هذه الحلقة المباشرة ما عليكم سوى الاتصال بنا عبر رقم الهاتف للبرنامج اللي نذكر به بسرعه 0960 05 048، وكره مره اخرى 0960 05 048. ومرحبا بكم وبالتفاعلات ديالكم عبر الصفحه الرسميه لقناه شوف تي في على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. سي محمد تابعتي معنا اللقاء الذي اجري هذا اليوم زوال هذا اليوم بين فريقي الرجاء الرياضي والاتحاد المنستيري، لقاء صعب تمكن من خلاله الفريق الاخضر من العبور للدور المجموعات بعد تغلبه في الضربات الترجيحيه. هو تنظر المباراه كانت قويه، كنا عارفين القوه ديالها، قلت احنا عارفين الكره التونسيه ديما تتكون ضد الكره المغربيه. فريق رجاء البيضاوي كما تنقول لك هذا ذاك الوجه اللي كنا عارفينه، ولكن تنظر بان النتيجه في اخر حاجه هي التاهل. تنظن في المباريات هذا ما تبقاوش نهضروا على الاداء اكثر من نهضروا على التاهل. تنظر بان مزيان تاخذ على التجارب هادو، مزيان تدوز من هاد الصعاب هادو باش عاوتاني كما تنقولوا الفريق عاوتاني يرجع للوقف على الصح. تنتمنى ان شاء الله المباريات الجايه ان شاء الله الرجاء تنسينا في هذه المباراه هذه. والكره المغربيه والكره التونسيه في الديربي ديما تيكونوا الاطوار ديال المباريات، تيكونوا النديات، تكون الحسم حتى لاخر لاخر المباراه. اهم شيء في هذه المباراه مباراه للنسيان، واهم شيء في هذه المباراه هو التاهل. تنظر هو للجماهير ولا اللاعبين كانوا غادي على قبل التاهل. ضربة جزاء حتى هي كما تنقول ضربة الحظ هي داخلة في كرة القدم، هي اللي خرجت الرجاء من الشامبيونز ليغ، دابا هي اللي رجعت للكاف. تنتمنى ان شاء الله الرجاء من كما تنقولوا حنا نشوفوا المستوى الحقيقي ديالو بعد التأهل هذا، لان مباراة خصنا نكونوا نعترفوا بانها مباراة قوية، مباراة ضد واحد الفريق واخا ما عندوش الاسم ديالو، ولكن الاسم ديالو ماشي كبير في افريقيا، ولكن فاش يلعب مع واحد الفريق كبير تيعطي كاع كما تنقولوا حنا كاع المجهودات ديالو، كاع المهارات ديالو، كاع كل اللاعبين كلهم يكونوا في النهار ديالهم. من طبيعة الحال تتلعب ضد واحد الفريق اللي كما تنقول لك الفريق اللي عارف القيمة ديالك، واللاعبين تيكونوا مركزين واحد 100%، ولكن الحمد لله في الاخير تنقولوا اهم حاجه في المباراه هو التاهل. صحيح. محمد نمشيو ناخذ مكالمه اولى في البرنامج. الو السلام عليكم. السلام عليكم استاذ سي يوسف، لاباس؟ تحياتي استاذ عليك بخير. الله يحفظك الله يبارك فيك اخويا. الحمد لله سي عمومي لاباس عليك. يحفظك استاذ الله يبارك فيك. مزيان بخير. يوسف الله يحفظك السيد. مبروك عليك السي عمومي. الله يبارك فيك مبروك عليك السيد. واخيرا صح ما طريق وي وي كنسمعك باش تفضل. قلت كنت من الطريقه ديال اللعب ديال الرجاء الصراحه منين من الماتش من ديك الشامبيونسي وقتوكم من البطوله ما عجبوني الصراحه. ملعب ماتش ديال اعصر والله العظيم كتفرج وانت معصب، يعني خاصك الدور ديال الاعصاب صراحه مع الفريق هذا. كيلعب لك على الاعصاب ديالك، ما فهمتش انا علاش هذا اللعب بحال هكا. كيخليك كتخلي الاتحاد المونستي تعب اللعب ديالك، لعب اللعب ديالك، فرض اللعب ديالك باش الاتحاد المونستي تعرف تخاف، كتحس ان الاتحاد المونستي كتدعم وي كتدعم صافي، يعني صافي يعني بحال كتخلي فريق كيجامع عليك صافي، يعني الماتش كيهرب عليك. وي اسف لا انا الصراحه رجل مقابل هو انا نسيت الصراحه السيد هذا خصهم يزيدوا مع اعوام واعوام واعوام صراحه. هذا السيد هذا كيفكرني في ايامات مصطفى الشادي صح. صراحه خليفه ديال مصطفى الشادي اسم على المسمى صح. زنيتي النسل ديال الراجع هو زنيتي صراحه. كنتمنى ان راشد الاندلسي يجددوا العقد بها من ديك العروض المغيره من الخليج ومن اوروبا ولا شي حاجه، خلينا عايد الجيبه ديال زنيتي لان الصراحه عجبني بزاف. الخليج ما يحبش الخليج ما غيحبش من غير لا كان يحبس كاس ديال اسيا.
شامبيونز شامبيونز ليغ ديال اسيا مع البطوله ما تلعبش. وصندون انا زنيتي باغي يمشي للمنتخب كما تنقولوا عنده بزاف ديال الافاق، عنده بزاف ديال اللي باغي يفوز بكاس الالقاب. صندون ما يمشيش لواحد الفريق في الخليج على قبل بطوله وحده تقدر تطول فيها نقاش تطول فيها، ولكن تنظن بان هو عارف القيمه ديالو في الرجاء، عارف بان الجماهير كلها تتبغيه، حتى هو تنظن بانه عارف بان القى راسو في الرجاء، يعني تنظن بانه يفكر 100 تفكير لان ما غير احسن مره. صحيح. وانا سي زنيتي صح كنسمع اخبار انه باقي ما مجددش مع الفريق، هي باش انا كنتمنى الاداره ديال الرجاء تجدد قضيه زنيتي، وللاسف التجربه ديال الاتحاد البيضاوي هي اللي خلات انا الفريق يخرج من المنافسه. انني صح للاسف انا رجاوي وعزيز على رجاوي، الاتحاد البيضاوي بغيت تمشي بعيد، ولكن تجربه مع الفريق ديال الزامبي شي شويه هي لعبات على المورا ديال اللعابه للاسف. كان هذاك الاتحاد البيضاوي المشاركات ايجابيه صح، انا بالنسبه لي مشاركه ايجابيه، ونتمنى لهم الحظ السعيد ان شاء الله ويحيدوا من ديك المركز الاخير، المركز الاخير في القسم الثاني ماشي القيمه ديال الاتحاد البيضاوي والتاريخ ديال الحي المحمدي الصراحه. ومبروك الرجاويين كاملين واخا صعيبه صراحه حسيت بها اليوم، لاعبين تاع الاعصاب ديالك الصراحه، ومبروك الكل الرجاويين وشكرا السيد المود. مرحبا خويا، شكرا لك. شكرا. سيد دابا فاش تلعب ضد واحد الفريق اللي تلعب ضد واحد الفريق كبير باش تكون خاسر والو، تلعب على الكل وانت منهزم في مدينه الدار البيضاء، وتتقول بان اللي كان يخسر بزاف هو فريق الرجاء البيضاء، يعني الا فاز فريق الرجاء البيضاء وحاجه عاديه ونهزم غتكون كما تنقولوا غتكون واحد المشكله كبيره واحد الكارثه واحد الهضره بزاف، لان فريق الرجاء فتتلعب بواحد الفريق بحال هكا، لانه فريق كما تنقولوا بلا المدرب ديالهم بلا ما يدير لهم المورال، لانهم لاعبين ضد واحد الفريق كبير، اللعابه كلهم تكون عندهم المورال، قدموا مستوى مزيان، لان هذه حاجه عاديه ديما فاش تلعب مع فريق كبير تبغي تقدم كما تنقولوا داك الشيء كاع اللي عندك تبغي تحطه، ولكن هذا ما تيقولش بان الرجاء اليوم ما كانش في النار ديالها، ما كانش في النار ديالها، واخا كانوا حسموا في المقابله في بعض المحاولات اللي جاتهم، ولكن تنظن بان في مباراه بحال هذه الاهم هو التاهل. صحيح. بالنسبه لزنيتي تنظن بان ديما تنقولها لواحد الفريق اللي بغى يكون قوي خصو يكون عنده حارس كبير، لان بعض المرات الحارس تقدر مسو حتى كره في المباراه كلها وتوصل وحده ولا جوج، الا كان حارس كبير تيرجع الفريق ديالو، الحارس اللي تيكون كبير النهار اللي تيكون محتاجو الفريق ديالو تيلقاه. تنظن بان انا زنيتي ما خصناش نقولوا عليه بزاف، لان بين شحال من مره بانه حارس اللي خوف ولقيت انت تحتاج تلقاه، لا في المباراه ديال مازامبي لهي، لا هذه المباراه هذه، لا مباريات كبيره اللي كان الرجاء كما تنقولوا حنا كانوا شي كواري تيجيو كما تنقولوا تيلقاو حارس كبير، هذا تعطي طمأنينه للاعبين اللي تيلعبوا قدامك، تعطي طمأنينه للاعبين ديال المهاجمين، تعطي طمأنينه للجمهور. تنظن بان الحر بحال الحراس هادو تيكونوا قلال، لان ديما انت تتعرف بان راه وراك واحد 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 الحارس اللي في اي وقت يقدر يرجعك للمباراه. للناس اللي قالوا الحارس 50% راه ما كذبوش، لان الحارس هو 50%، لان فاش يكون عندك حارس كبير غيكون عندك فريق كبير، لان الثقه تكون عند اللاعبين ولا المدافعين تدخل معاه واحد الاريحيه، لانه راه اليوم شفنا بان الحارس اللي اهل فريق الرجاء البيضاوي دابا تنقولوا في المباراه الاولى اللي مشوا لدور المجموعات، وهذه المباراه هذيك التصديات الحارس اللي تعرف ضاحي بالضربات الجزاء، نتمنوا ليه الاستمرار، لانه في هذه اربع سنوات بقى غادي في نفس المستوى. ها هي الكره راهي هذه، بعض المرات الجماهير تيعرفوا بان اي حارس ولا اي لاعب تيدوز واحد المرحله ديال الفراغ هذيك الوقيته اللي خصنا نشجعوا، هذيك خصنا ندعموا، هذيك خصنا نكونوا معاه. زنيتي واحد الوقيته قبل ما يمشي للشامب الكاميرون كان عنده شويه ديال كما تنقولوا ما كانش في الطوب ديال الفورمه ديالو، هذا الشيء عادي في كره القدم، ولكن حارس الكبير في النهار الكبير تلقاه. صحيح سي محمد، وربما الكل وجماهير جماهير الرجاويه نوهت بالعمل الكبير الذي قام به انس زنيتي في هذا اللقاء، واكيد في جميع المباريات اللي شارك فيها خلال المباراه الاخيره مع المنتخب الوطني المغربي المحلي وكذلك مع فريق الرجاء في وقت سابق. انس زنيتي ربما من بين الاسماء التي اصبح يعول عليها بشكل كبير داخل القلعه الخضراء، يستحق ان العلامه الكامله وربما الاهتمام وكل الاهتمام بانس زنيتي، ورساله موجهه للمكتب المديري لحصن اللاعب او الحارس ديالو انس زنيتي وجديد عفوا. وتنظر بان جميع الالقاب اللي كاينه في القاره الافريقيه وفي البطوله المغربيه تحصل عليها، بقى خاصه الشامبيونز ليغ تنتمنى ان شاء الله يفوز بها، لان هاد الحراس يخليوك بان يخليوك تفرح بان عندنا حراس بحال هادو في المغرب، حارس اللي تتكون محتاجو تلقاه،
ما تيتاثرش يلعب برجليه يلعب بيديه يقدر يمشي كونتر اتاك بيدو، يعني لاعب اللي كنقولوا لاعب اللي عنده الشوفه مزيانه في المكان ديالو ديما تيخرجك تيخرج المهاجمين خاصه الميدان تيكون كما تنقولوا حنا تيكون تيكون مدافع متاخر شحال من المباراه هو اللي تيخرج للكره ديالو كما تنقول تيدير التغطيه. تنظن بان وصل لواحد التجربه كبيره، تتمنى ليه ان شاء الله يكمل الاستمراريه. اكيد نتمنى التوفيق لانس الزنيتي ولفريق الرجاء الرياضي. سي محمد نمشيو نتفاعلوا شويه مع بعض المعلقين عبر الصفحه الرسميه لقناه تشوف تي في على موقع التواصل الاجتماعي. هذا عزيز شهيد صديق البرنامج يقول السلام عليكم، لم اشاهد المقابله نظرا لشؤون خاصه، ولكن الانباء نبأ تاهل الرجاء افرحني كثيرا. شكرا لك عزيز، اكيد ان تاهل الرجاء ادخل البهجه والسرور على قلوب كل المشجعين الرجوي خاصه والجماهير المغربيه عامه. واهم شيء في هذه المباريات هو التاهل، لان الاداء تنسى التاهل، وتنتمناو ان شاء الله من القدام ان شاء الله ترجع للرجاء قبل من كما قبل من التوقف، لان كان المجموعه كانت كبيره. صح. هذا هشام تقول السلام عليكم. وعليكم السلام خويا هشام. ياسين بنامي تقول يكون خير في دور المجموعات ان شاء الله. ان شاء الله خويا، هادشي اللي كنتمناه خويا ياسين. هشام يقول الرجاء خاصه نفس جديد لعابه جداد، هي وبركان بان ليا ما غاديش يمشيو بعيد في هذا الكاس. لا ما نكونوش متشائمين اخويا هشام، فاكيد كنعرفوا انا فريق رجاء الرياضي وشأن الوداد وبركان مجموعة من الأندية اللي كانت اللعابة ديالها كيشاركوا في المنتخب الوطني المغربي، فقدوا مجموعة من العناصر الأساسية إضافة إلى توقف المنافسات اللي شفنا تدريجيا الأندية المغربية بدات كتستعد للنساق والنفاق. النساق لا، وحنا لاعبين واحد الفريق التونسي اللي ما توقفش البطولة ديالهم لأن ما شاركوش في الشان. الشان يعني تكون عندهم مباريات كثيرة في رجليهم، تكون عندهم الريتم ديال المباريات. هذا ما تعنيش بأننا نقولوا بأن هذا كان كما تنقولوا عذر، ولكن تنظن بأن بعد مباراة بعد مباراة غلقوا الريتم ديال المباريات. صحيح. هذا عمر تيقول خويا بالرجولة زنيتي خاصو يتمثل في الوزيس. وتنظر بان زنيتي حارس كبير، هو عارف بان راه هذا هو المشكل حنا تنديرو الحارس اللي مقدم مستويات كبيره. تنقول لك بانه لاعب ولا حارس محترف اللي عنده واحد العقليه تلقى صارم في ارضيه الملعب. هذيك المره اللي قلت لك انا فاش كانوا في الشان كان واحد اللاعب المدافعين ديالو كانوا في واحد كما تنقولوا غوت على المدافع ديالو، وقلت لك انا راه ما تيبغيش مارك على البيوتا حارس، تيبغي يكون كما تنقولوا بغات ياخذ احسن حارس. تتبين لك في هذه المباراه عاوتاني لان حارس ديما تلقاه مركز، وتنظر بان من احسن الحراس في فريق الرجاء البيضاوي. صحيح. انا تجنيتي وعدهم بين ابرز الحراس لا في الرجاء الرياضي سي محمد، ولا كذلك المستوى البطوله الاحترافيه. هذا احمد تيقول الرجاء مزيانه ولكن التفلسيف ديال المدرب ولا غادي يخرج عليها. لا شوف، انا قبيله في بث مباشر بعد نهايه المباراه سي محمد، الكل ربما ماشي الكل او مجموعه من الجماهير انتقدت جمال السلامي. صحيح ان ربما جمال السلامي اهل الاختصاص اللي هما المدربين الاطر الوطنيه والمحللين ناقشوا بعض الاختيارات جمال السلامي، لكن جمال السلامي كاطار وطني وكمدرب فاكيد انا الرجل ما احنا ما كندافعوش على السلامي وما كنرشوش عليه ما كرموش عليه بالورود، وانما كنعطيو لكل دين حقا حقا. جمال السلامي الذي قام بعمل كبير في رفقه فريق الرجاء الرياضي، توج خلال الموسم الكروي الماضي بلقب البطوله الاحترافيه الذي غاب على خزينه الفريق منذ 7 سنوات تقريبا، تاهل الى نهائي كاس محمد السادس الانديه الابطال. كنعرفوا ان جمال السلامي جاء في واحد المرحله اللي صعيبه بزاف وتمكن انه يثبت القدرات ديالو الكفاءه ديالو. جمال السلامي بخبره كبيره يعني جمعها مع مجموعه من الانديه الوطنيه اضافه للمنتخبات المحليه. كنعرفوا ان جمال اشتغل مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم عن طريق المنتخب ايديسات وكذلك المنتخب المحلي اللي توج بالشان، فاكيد ان جمال جا في واحد الفتره صعبه. صحيح بعد اختيارات تناقش، لكن ما نقولوش مدرب فاشل. لا تنظر بان الجماهير ديال كره القدم تيحكموا عليك ماتش بار ماتش. الاسبوع القادم تيدير واحد المقابله كبيره غيشكروك يقولوا بان التغييرات ديالك هذه، ولكن تنظن بان المدرب هو اللي تيكون مع المجموعه، هو اللي تعرف اللاعب الواجد، هو اللي تعرف المجموعه ديالو، اللاعب اللي غيدخل، الطريقه اللي غيلعب، الطريقه اللي كما تنقولوا حنا اللي غينهج في هذه المقابله هذه، تيكون ديما كما تنقولوا حنا الخيار اللي هو الجماهير اللي كما تنروح للسلامي في الرجاء. جماهير الرجاء ويتعرف الرجاء بواحد الطريقه السلجو ديالها هي عطاك بلاصي واحتفاظ بالكره وتقلب وتحكم في ايقاع ديال المباراه. هذه ما تقدرش ديرها كاع جميع المباريات. دابا تطورت الكره
الكره تنظر حتى برشلونه دابا بدلوا طريقه اللعب ديالهم لان كما تنقولوا حنا شفنا برشلونه دابا ولاو حاصلين لان الطريقه ديالهم ما بقاش قادرين يلعبوا بها. علاش؟ لان ماشي نفس اللاعبين ماشي نفس الاشخاص اللي يقوموا بهذاك المجهود. تنظر بانه الى شتي على 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 صعيد الورق ولا صعيد الالقاب تنظر بان راه هو غادي مزيان دي بطوله وصلك للفينال ديال كوب داراب وصلك للدومي فينال ديال الشامبيونز ليغ دابا هو تاهل للكاف. تنظر بان المسار ديالو فريق رجاء البيضاوي جيد لحد الان. من طبيعه الحال الجماهير كما تنقول لك انت عندك واحد الشوفه واحد الطبيعه لواحد الفريق ديما تبغي تشوفوا ماتش بار ماتش بغا تشوف حد بهذيك القيمه ولكن ما يمكنش المدرب تكون عنده اختيارات تيكون عنده بان كل مباراه اش باغي منا. هذا تيبقى الاختيارات ديال المدرب والجماهير بطبيعه الحال عندهم الراي ديالهم الشوفه ديالهم تيبغوا ديما الفريق ديالهم يكون مزيان. صحيح واكيد انا الجماهير الرجويه فهي عندها غيره كبيره على الفريق ديالها شانها شان كل الانديه المغربيه. فالان فريق رجاء الرياضي خصو يترك هذا اللقاء لقاء للنسيان. وربما احد المعلقين اللي قال شبح شونغيت لازال يلاحق فريق الرجاء الرياضي فخصهم ينساو هذه المقابله ويأملوا انهم كيشاركوا واحد المسابقه لا تقل كثيرا عن دوري ابطال افريقيا. كنعرفوا ان كاس الكونفدراليه الافريقيه هو كذلك لقب مهم. نتمنوا انهم ينساو المقابله بتركيز في المباريات اللي جايه سواء البطوله كاس العرش الكونفدراليه وكذلك كاس محمد السادس انديه الابطال. وهذه بطبيعه الحال في كره القدم ديما تتنسى المباراه اللي تتلعبها لا بنتيجه الربح لا بنتيجه الفوز لا بنتيجه التعادل لانها صافي تتولي من الماضي تتفكر في المباراه اللي من وراها. تنظن هذا الشيء اللي عند العقليه ديال اللاعبين ديال الرجاء والمدرب هذه المباراه بالحلول المر ديالها تنسى تتفكر عاوتاني في المباراه اللي من وراها تتقلب باش يرجع عندك الريتم ديال المباريات تتقلب على التشكيله النموذجيه اللي تقدر تدخل بها تتقلب على قطع الغيار جديده. تنظن بان هذه كره القدم ديما فيها الجديد. اكيد سي محمد. ومباراه اخرى كانت مبرمجه عن نفس الدور اللي حسب نفس المسابقه فريق الاتحاد البيضاوي للاسف خرج مرفوع الراس بعد اداء رائع قدمه في لقاء اليوم وعاد في النتيجه لكن الهدف اللي تسجل ليه بعثر اوراق عبد الرحيم طالب. وتنظر بان في الشوط الاول الطاس حكم في المباراه سجلوا هدف مبكر اللي قلنا عليه البارح هدف مبكر من ضربه خطأ اللي كانت رائعه. سجلوا الهدف الثاني الشوط الاول انتهى بهدفين لصفر. تجربه خانت فريق الطاس لان تبقاو تيقلبوا على هدف ديال الانتصار وانا بالنسبه لي انا ما كناش نقلبوا على في الانتصار بالعكس كنا نهبطوا الريتم ونقلبوا لانهم تما محتاجين واحد الهدف يسجلوه. تنظر بانه هدف ضد مجرى اللاعب لان اللاعبين ديال الطاس كما تنقولوا حنا زعموا بزاف ولاو تيقولوا اننا خصنا الماركيبيتات نحسن المباراه. بالعكس هذه المدرب في الشوط بين الشوطين كان يقولها لهم يقول لهم دابا حنا حقنا الاهم شويه علينا الهدف تيجي في اي وقيته ما نزربوش لعبوا بطريقه كما تنقولوا حنا طريقه هادئه خل ماركيو ما يتماركاش علينا ما خصوش ماركينا في ارض الملعب. هذه هي العقليه خصك تدخل المدرب في البطوله هذا وحنا عرفنا بانك سجلتي هدفين في الشوط الاول من طبيعه الحال الفريق غيخرج الفريق الاخر خصو يسجل هدف. انا بالنسبه لي نتيجه التعادل كنت كما قلت لك في الاول باننا نجيروا المقابله ما يتماركاش علينا نرجعوا للخطه بي لان الخطه ا كما قلت لك باننا قمنا بها 100% سجلنا هدفين خصنا نرجعوا السيستم الثاني اللي لعبوا به. السيستم الثاني هو الاحتفاظ على الكره كما تنقولوا ما لعبوش الكل للكل حتى الهدف الثالث كما تنقول لك بعض المرات تيطمعك تقول راه قريب الماركي وتدخل سباس ورا ظهرك. هذه تنقول لك بان التجربه ديال اللاعبين والتجربه ديال المدرب بالنسبه لي واخا عنده واحد التجربه كبيره ولكن افريقيا تنظن ما عندوش واحد التجربه كبيره لان فاش كنت فايز بهدفين لصفر نسيت انا ونبقى نتسنى ماركيت مرحبا ما ماركيت تعادل انا وياك ولكن فاش تخرج تلعب الكل تتخلي السباس وراك. تنظر بان هاد اللاعبين خصهم يتعلموا من هاد المباراه هذه كما قلت لك البارح بانهم دخلوا التاريخ ديال الطاس وكانت المقابله خص تبقى لهم في البال طويل لان فاش تسجل هدفين وتنوليو تعادل خصنا نهبط ونلعب الريتم نخليهم هما يخرجوا يقلبوا على الهدف لاننا ولينا في نفس المستوى هما خصهم يقلبوا باش يدوزوا وحنا خصنا نماركيو باش ندوزوا. يعني ما كنتش نلعب الكل وما يطمعنيش ذاك الهدف اللي غنماركي في اي وقيته وغنولي بانني بحال لعبنا شي ملاكم اللي تيتسنى في اي وقيته غيضربك ولكن لا كنت عادوا ان تنحضي وجهه وتحضي وجهه واللي كما تنقولوا حنا تمشي لضربه جزاء ما عنديش المشكل ولكن هذاك الهدف اللي كان قاتل. تنتمنى من اللاعبين التجربه هذه تدوز عليهم ويستافدوا منها ولكن بالنسبه لي انا برافو عليهم. صحيح. قدموا واحد المباريات بالشكل الرائع بينوا بانهم لاعبين تيستحقوا فرق كبيره. تنهنيهم انهم تنقول للجماهير ديال الطاس ديال الحي لان عندكم فريق كبير خصكم المتابعه والتشجيع. صحيح. وكنا نمني النفس زميلي سي محمد ان يتاهل فريق
الاتحاد البيضاوي الى دور المجموعات ليصبح عدد الانديه المشاركه في كاس الكونفدراليه الافريقيه هم ثلاث انديه: الرجاء، بركان، وكذلك الاتحاد البيضاوي. ولكن قدر الله ما شاء فعل، فريق اظهر على انه لا يستحق بتاتا المكان الذي يحتله على مستوى البطوله الاحترافيه في المركز الاخير. ومن طبيعي ان شفنا المباريات اللي في مباراه افريقيا كلهم قدموا واحد المستوى كبير، بالذات المباراه ديال اليوم شفنا لاعبين اللي كما تنقولوا حنا تيلعبوا بواحد الطريقه وواحد الاداء اللي رائع، لاعبين اللي عندهم مستقبل زاهر. قلت لك هذه بالنسبه لي هذه تجربه كره القدم خصك تستافد منها بالحلو ديالها وبالمر ديالها، تستافد بان الا كنت انا بواحد الفريق اللي انا وياه ولينا تعادل ما خصنيش نلعب الكل الكل، خصني نتسنى حتى انا، خليك حتى تخرج تلعب معايا لان المباراه تساويت متكافئه. هذا الشيء كله تيدوز على الراس ديال اللاعبين، تيدوز يتعلموا منه، تتمنى ان شاء الله يتعلموا منه من هذه المباريات هذو. ولكن في المجمل نقدروا نقولوا بان فريق في القسم الثاني وتيعاني في القسم الثاني في المراتب الاخيره وتيقدم هذه المستويات كبيره قدام هذا الفريق هذا، تنقول بان العمل اللي قام به اللاعبين عمل كبير، وبالنسبه لي انا برافو عليهم. صحيح، اكيد ان فريق الاتحاد البيضاوي يستحق كل التنويه والتشجيع، وهذه ربما رساله للمسؤولين داخل فريق الاتحاد البيضاوي انهم خاصهم يهتموا اكثر بهذا الفريق الذي ينحدر من منطقه اعطتنا وانجبت لنا مجموعه من النجوم في شتى المجالات: منطقه الحي المحمدي، الطاس بملعب كبير العربي الزاولي، الطاس ب تاريخ يتحدث عن هذا النادي بنجوم اعطائهم للمنتخب الوطني المغربي وللبطوله الاحترافيه عن طريق مجموعه من الانديه. الاتحاد البيضاوي فريق كبير ويجب ان يكون ضمن انديه القسم الوطني الاول وضمن انديه الكبار سنا. وتنظن بان هاد اللاعبين هادي في هاد السنتين هادي تنظن بانهم رجعوا الفريق الهيبه ديالو، فازوا بكاس العرش، وصلوا لاخر مرحله باش تدوز المجموعات. بزاف اللاعبين اللي تالقوا مشوا الفورو، تنظن بان واحد 70% بدات ترجع للطاس الهبه ديالها هاد السنه هادي. تنقولوا ما موفقينش في البطوله، ولكن الا شفت التركيبه البشريه عندهم دابا تنظن بان خصهم شويه العمل والصبر، ولكن راه عندهم فريق اللي يقدروا يلعبوا به باش يلعبوا القسم الاول. صحيح، وما مجيء كذلك الاطار الوطني عبد الرحيم طالب ربما غادي يعطي واحد الدفعه ايجابيه للاعبين الاتحاد البيضاوي. كنعرفوا ان عبد الرحيم طالب سار وجال في المنافسه الدوري الشرفي، اصرف على مجموعه من الانديه الكبيره، ربما تجربه الطالب قد تعود بالنفع على اللاعبين الشباب ديال الاتحاد البيضاوي. ومن طبيعه الحال التجربه ديال الطالب تعود بالنفع على اللاعبين، اللاعبين خصهم كما تنقولوا حنا يتكونسونطراو في التدريب، يسمعوا التعليمات ديال المدرب. تنظن بان الا سمعوا التعليمات ديالو بانه مدرب اللي كما تنقولوا عنده واحد الخبره كبيره، كما قلت لك في الاول الخبره ديال البطوله الافريقيه تبقى خبره بوحدها، لان خصك تكون عندك كما تنقول كما قلتي انت صولات وجوات في القاره الافريقيه، تعرف الاجواء، تعرف كي تخرج المباراه، تعرف اش باغي من المباريات. ولكن في الدوري المغربي تنظن بانه عنده تجربه كبيره وعنده كما حنكه في البطوله. صحيح، كل التوفيق استاذ محمد مره اخرى لفريق الاتحاد البيضاوي، وهارد لك ان شاء الله في باقي المسابقات التي يتنافس عليها. نتمنى اولا ان يخرج من ازمه النتائج اللي كيحققها على مستوى البطوله الاحترافيه في قسمها الثاني. هي على الطاس راه كثره المدربين عاوتاني، راه تنقولوا بان خايبه اللاعبين، تتمنى بانهم يستقروا على طالب وخلوه يشتغل كما تنقولوا حنا، لان الفريق ما تيتفوش في شهر ولا في شهرين، يعني الفريق خصو واحد المده طويله. تنتمنى ان شاء الله ينجح مع اللاعبين واللاعبين يهضموا طريقه اللعب ديالو ورجع للمستوى ديالو. حتى اليوم ما كاينش فرق بين المباراه ديال اليوم والمباراه ديال البطوله، عشان المستوى تيكون مغاير. تنتمنى ان شاء الله يكملوا بهذا المستوى هذا، يكملوا بهذا المستوى هذا، تنظن بان ما كاينش شي فريق يوقف قدامهم، لان اليوم شفنا كما قلت لك شفنا مباراه كبيره. صحيح، هذا ما نتمناه، الصبر وكل الصبر على المدرب وعلى كيف ما كان سواء اجنبي ولا مغربي، خاصنا نعطيه وقته من اجل اعداد فريق قوي قادر على المنافسة. بعيدا عن جو المسابقات الإفريقية والعودة إلى الشأن المحلي، ثلاث مباريات كانت مبرمجة هذا اليوم عن الجولة السابعة أجريت يومه الأحد. المباراة الأولى التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي هدف دون مقابل، والتي جمعت نهضة بركان بشباب المحمدية. شباب المحمدية محمد كان متقدما في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب ديالو القرع على ما أعتقد، قبل أن يعدل نهضة بركان بميدانه. ربما بركان يعاني هذا الموسم، فحقق تعادل أخير عن طريق ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي بوحسن ياجو. وتنظن بأن الفريقين بجوجهم خارجين واحد الهزائم في الدورة السابقة. تنظن بأن شباب محمدية
لازم معوجده بعدا في السفر، مشاو باش كما تنقولوا ينساو يقربوا الصفحه وينساو المباراه ديال وجده، سجلوا هدف تنظن انكم تحكمي في المباراه. تعامل السين شويه في بركان تنظن بانه بداتي فهمتي بداتي يبين بداتي يبان شويه ديال العياء اللاعبين، ولكن تنظن بان لا جينا نهضروا على النتائج، تنظن ان جوج جولات بزاف نقاط تاخذ نقطه واحده، تنظن بان الفريق اللي بغى يلعب على الالقاب صعيبه بهذا التنقيط هذا، لا هو شباب محمديه، تنظن بان هذا الاسبوعين هذو تنظن بان خساره الفريقين بجوج، لان من ست نقاط تجيب نقطه صعيبه، ومباراه ما كانش ذاك المستوى الكبير اللي كنا تنتسناوه باسماء ديال الفريقين للمحمديه لا 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 بركان، تنظر بان التعادل كان في صالح الفريقين لان ما شفناش واحد المباراه اللي كبيره. صحيح، وحتى نهضه بركان ربما اللي كيشارك في دوري او في كاس الكونفدراليه الافريقيه، فالفريق تذبذب المستوى ديالو مؤخرا لاسباب مجهوله، ربما الناس الفيكتيف باقي عند بركان، ناس اللاعبين، ناس المدرب طارق التكتيوي الذي توج مع الفريق بكاس الكونفدراليه الافريقيه في الموسم الماضي، ماذا جرى ببركان او يجرى ببركان؟ سؤال ربما ما يقدرش يجيبوا لي الا مسؤولين تاعهم. وحنا تقريبا من صعود بركان ما عمرنا كنا نسمعوا شي مشاكل كانت في النادي، لا ماديه لا 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 في المحيط ديال النادي، ولكن تنظر في هذه الاسابيع الاخيره بدينا نسمعوا شويه ديال المشاكل، الحمد لله بعدا تيخرجوا للعلن انهم تيقولوا هذاك الشيء اللي وقع، لا المشكله ديال المدرب مع اللاعب بكر الهلالي، لا الاجتماع اللي دار معهم الرئيس اللي كان صارح معاهم وقال لهم القوانين والقاعده ديال الفريق غتمشي الامور، تنظر بان اي فريق تيلزم هذه المرحله هذه، اي فريق في العالم كله يلزم مرحله فراغ، راه ما خصهاش تطول، تنظر بان النقطه لسه المباريات خصنا ناقص خطر بدي تسمع في بركان، لان منذ الصعود ديالنا كنا تنشوفهم بواحد المستويات كبيره، محمديه نفس الشيء لان البدايه كانت مزيانه، ولكن من بعد ملي تنشوفوا تزيدوا في النتائج وكما تنقولوا حنا ذاك الريتم اللي كنا تنشوفوا به اللاعب المرابط اللي تنظن انه توعد بالعمليه الجراحيه، تنظن بانه كان اللاعب كله كان كما تنقولوا تيدوز عليه، لان كاع اللاعبين كانوا تيقلبوا على المرابط بانه هو يلقى لهم الحل، تنظن هذا ماشي مبرر، ولكن تنظن بان باش جمعت ست نقاط نقطه واحده من ست نقاط صعيب باش تجاري، لان الناس اللي بغاو يديروا البطوله خصهم كما تنقولوا الريتم خصو يكون عندهم طالع، والريتم خصو يكون ريتم صعيب، وخصك ديما تاخذ النقاط لان الفريق البطل ديما تياخذ التوفر. صحيح، اكيد ان فريق البطل دائما ما يبحث على ثلاث نقاط في كل مباراه سواء داخل او خارج الميدان. المباراه الثانيه كانت مبرمجه هذا اليوم عند نفس الجوله التي جمعت بين فريقي سريع ودفاع الحسني الجديدي الذي عاد بفوز ثمين من قلب ملعب البلدي بوضم، ربما الاطار بنشيخه وجد البوصله التي ضاعت عليه او عنه خلال الجولات الاولى، فالدفاع الحسني الجديدي في الجولتين الماضيتين ست نقاط في جوج ديال المباريات. وانا قلت لك بان هضرنا على النتيجه السابقه، قلت لك بان تلقاو الريتم ديال المباريات يبقاو المورال، لان اهم حاجه اللي كان خاص ذاك اللاعبين هو المورال، لان لاعبين شباب اللي تصعدهم الفريق ما ساعدتهمش النتائج، ولاو تيشكوا في المقدورات ديالهم ولا تيشكوا في ريوسهم، ولكن بعد الانتصار قلت لك بان دابا الانتصار عطاهم واحد الحيويه، عطاهم واحد الثقه في النفس، اكدوا عليها اليوم في هذه المباراه، قدموا مستوى كبير، قدروا يفوزوا بهدفين، تنظن بان الدفاع الجديد غتلقى كما تنقولوا غتلقى السكه الصحيحه، انا تنعرف المدرب بن شيخه تشوف واحد الفريق تيصوب واحد المجموعه اللي تكون قويه ملتزمه، هذا بدينا تنشوفوا الانسجام بين تشوفوا العمل ديالو، الدفاع الجديد معودنا بانه تيصعد لاعبين شباب اللي تالقوا في الكره المغربيه، منهم صعصع، منهم رضا الرياحي، منهم تبليغ، منهم بزاف ديال اللاعبين اللي صعدوا من الدفاع الجديد، بزاف الناس اللي ترسميتهم صعدوا بزاف ديال اللاعبين، تنظن هذا هو القوه ديال الدفاع الحسن الجديدي، خصك تصبر عليهم، دابا الفريق صبر عليهم، بداو تيبانوا النتائج، بدات تيبان بزاف ديال الاشياء، خص عاوتاني فاش تيبانوا النتائج نصبروا عليكم، خص رجعين يبقاو في الارض، خصك ما تقولش انا صافي راه وليت لاعب كبير، وليت ندير نتائج، بالعكس خصك ديما تفكر دوك النتائج اللي دازوا عليك السلبيين، وتفكر ديما انك راه تمشي لقدام، والشباب خصهم يقولوا بان الناس عطاونا الثقه، خصهم يكونوا بالثقه ديالنا. صحيح سي محمد، تفضل. وبالنسبه للواد زم تنظن بان
خصهم يراجعوا الاوراق ديالهم، لان النتائج اللي في الدورات الاخيره ما كناش نقولوا حنا ما غينفعوش الفريق، نرجعوا السكه في الانتصارات ونرجعوا نروحوا الفريق. اكيد ان ساري وردن اللي كيتحرك اليوم الاطار الوطني فرتوت اللي كان في مع انطلاق البطوله ربما حقق نتائج ايجابيه وربما توقف البطوله كذلك من بين الاسباب اللي الانديه الفريق ساري وردن. وساري وردن معنا تسمع صاحبي فرتوت ديما يعني الله رجع تقريبا واحد